Salam alaikum. Je sais que tu sais. Et tu sais que je sais. اليوم عندي حصل لي الشرف عاود مرة أخرى باش نتكلم مع الأستاذ كريم التازي مخا ولدي هو أستاذ في كلية الطب كان سابقا وكان انترن داخلي وكان عامل عدد ديال داز على عدد ديال الطرقان اللي دزت عليهم حتى أنا ولكن قبل ما نعرفكم بالسي كريم قبل ما نعرفكم على الموضوع هو كورونا دائما كورونا حتى كيف تقولوا حتى يموت الكلب ولكن كورونا بصفة منطقية كريم وغتهضر معايا بنزاهة ما غتختار شي حاجة غتقول لي الحقيقة ديال اليوم 21 في الشهر قشت 2020 نعطيك الرأي ديالي الرأي ديالك الرأي ديالك اي الرأي ديالك حنا ما تنهضروش على اللي تيتقال ولا هذا ايه الرأي ديالك الخاص انا باش نقدم بعدا نفسي بنادم يعرف شي شويه الماضي ديالي والماضي ديالي وسهل اولا كنت متطوع في ليبيديمي د مننجيت ديال فاس عام 65 كنت اشتغلت في المستشفى العياشي في لابوليوميليت مرض الشلل هذا حتى هو مرض فيغال اشتغلت في لابيدياتري بي في لاكوكلوش لا مننجيت la rougeole, la rubéole. J'étais dans la médecine A, dans la salmonellose, la tuberculose. Donc, il y a des maladies infectieuses. Mais je dis aujourd'hui. Je dis que les maladies infectieuses, les maladies virales, les maladies bactériennes, les maladies parasitaires, والاطروحة هذه هذه من الغريب العجيب صوب تاع البلهارسيا في مصر دونك لي مالادي انفيكسيوز ماشي عاد خلقوا اليوم ولهذا التجربه اللي عندي من عام 67 من عام 65 ما خصنا ياخذ بعين الاعتبار ما حد عندي الذاكره وما حد عندي تبارك الله هذا العزلي قدامي غادي يمكننا نهضروا عليها وحضرت تاع لي غروند كاتاستروف دي ماروك زيوت مسمومه ديال مكناس ما تنساوهاش لو ترومبلمون دو تير ديال اكادير وهادشي كلو عاشو معايا كريم كبني ابن ديالي وكواحد اللي ياخذ دروس وكان طالب عندي ولهذا هذاك الشيء علاش عزلتو واخا ماشي انفكسيولوج يعطينا النظريه ديالو في هاد كورونا شي بعد كورونا سي كريم شي معناتها هاد كورونا ياك مرضي فيغال ولا شي حاجه اخرى سي تان فيروس qui atteint le système respiratoire ou ويحاول ما يلصقش ذاك الفيروس الناس الاخرين يبعد منه هذا بالي بحال دابا انا بحال غريب وبحال في ذاك المرضي بحال لا غريب يحاول خص لا سيتويانتي خصو ما يلصقش روح للمواطنه وحتى ما يقيسش في باه ويما الا تقاس هو يبعد منهم يسلم عليهم واش بستيني في وجهي ما بستينيش وجهي تنعملوا هكذا وتنقولوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ثانيا هذا لو فيروس واش تيخفى علينا الامراض اللي ما جا من لي فيروس كاين ليباتيت بي كاين ليباتيت سي كاين ومن لا نوي دي طون كاين دي فيروس وما كانش عندنا الامكانيات باش نقلبوا عليهم وباش نجبروهم ايوا بزاف الناس كانوا تيموتوا ما عرفناش باش ماتوا هكذا حتى دابا هذا غير كاين بزاف ديال بون في الحقيقه هذا الفيروس كاين ودارت اون ايبيديمي كانوا دوطخ ايبيديمي ولكن كاين بزاف ديال الهضره على هذا الفيروس تالمون الهضره كو متبعين هذا الفيروس فين ما قاس هذا الفيروس واخا يموت شي واحد حاجه اخرى تنقولوا راه مات بداك الفيروس هكذاك وبحال واش غادي تنهضروا غير عليه غادي نقبطوا نقتلوا به فار ايوا دابا كاين زعما لا كاين زعما الحالات دابا محرجات ولكن ميت حنا واخا اطباء دخل هنا حيت يقول لك كاين 30 الموتى كل نهار ولكن حنا كنا تنشوفوا 50 60 الموتى في اماكن اشياء اخرى وما كناش تنردوا البال دابا ردوا لنا البال دابا بحال الا درنا دي زوير
وبقينا تنشوفوا غير كوفيد، ما بقينا عارفين حتى شي حاجه اللي واقع ديال مرض السكري، ما بقينا كنشوفوا حتى شي حاجه، ولينا كنخافوا غير من كوفيد اللي جا، واش فيه كوفيد ولا ما فيه كوفيد. دابا كاين الناس، هذا رايي، كاين الناس اللي تيقول لك هذه لا دوزيام فاك عاد خرجت، حنا ماشي لا دوزيام فاك، حنا خدينا الاحتياط ديالنا مزيان بالكونفينمون. هاك الفيروس كان جالس، كان جالس، ملي عاود خرجنا عاد قصناه، دونك حنا درنا لا مالادي، حنا جينا من بعد فرنسا واسبانيا بثلاث شهور، ثلاث شهور، دونك حنا غندوزو حتى حنا المرحلة ديالنا، لابد خصنا ندوزوها. هكذاك، واش لا لابد خصنا ندوزوها، واش نعاودو نعملو الكونفينمون؟ وهذا زعما سي با موا كي ديسيد، ولكن سكيل فو سافوار، خصنا ندوزو هذه المرحله. دابا خصنا العالم كله ديكونفينا، ما خصناش نعاود نطول الكونفينا، نعاود نشدو على راسنا حيت غنعاود نعطلو، غادي نعملو نديرو الكونفينمون، غنعاود نعطلو. دابا درنا الكونفينمون باش نجزو لي غانيماسيون، باش نوجدو الاطباء، باش نوجدو هذا. دابا الاطباء الا زدتي كونفينمون غادي يعياو، من بعد ما غتحل عاوتاني غادي تهدو. مزيان، واش كل طبيب يمكن يقابل هاد كورونا من تتكون في صفه خطيره؟ لا، في صفه خطيره كاين طبيب واحد خصو يكون، زعما ما كاينينش بزاف في هذا هو المشكل اللي كاين، ما كاينش بزاف، خص ماشي غير الطبيب، خص ليكيب. هي ليكيب باش تكون، ليكيب خصها تكون مكونه باللي فام دو ميناج، لي زانفيرميي، لي زيد سوانيون، et les médecins réanimateurs, anesthésistes, et surtout réanimateurs. Réanimateurs. Mais j'ai l'été naze. Les réanimateurs, c'est dire, on joue, mais ils ont une technique de la réanimation. Ou la réanimation, c'est important. Mais j'ai un dermatologue, ou mais j'ai un urologue, un pneumologue peut donner des conseils, mais celui qui va toucher le malade, celui qui va traiter le malade, celui qui va le sentir, qui va sentir l'aggravation, qui va le mettre sur le dos, qui va le mettre sur le ventre, qui va voir la saturation. هذاك خصو يكون الطبيب ديال الانعاش. ديال الانعاش، هذه الأولى. ثانيا خصنا نحصيوهم. ثالثا واش كلهم إلا ما جنتيهمش ما عملتيلهمش الوقاية ديالهم. ولو فولونتاريا خصهم يكونوا متطوعين. خصهم يديروا دي زيكيب، لا ميم إيكيب كيلكو باغ، يكونوا نومبغو ويديروا أن غولمون، حيت غادي يعياو. غادي يعياو. وشحال عندنا تقريبا دابا في القطاع الخاص؟ حنا ما نهضروش على القطاع العام، لانه القطاع الخاص معروف في المغرب ناقص لي غانيماتور انستيزيست، ناقصين ناقصين بزاف ديال الكليك تيخدموا غير بلي زانفيرمي انستيزيست، دونك ديجا ناقصين العمليات العاديات. العمليه العاديه عاديه. دونك شنو الانعاش اللي غدير لي سيدي الله يرضي عليك؟ هذا كيفاش يعملوا له هذا اللي من تيفقات كورونا بصفه خطيره حرجه؟ اش تعطيوه؟ شنو ممكن نعطيوه؟ الاكسجين، توتون اوتور دو الاكسجين، اييه، ودو ليد ريسبيراتور تتعاونوا باش يتنفس مزيان على حسب ليطا ديالو، على حسب، ولكن تيديروا دوطر كومبليكاسيون، تيديروا بزاف المسائل. دونك خص يكون واحد على خبره، وتكون عندك الاشياء واجده، ليكيبمون اديكوا، ليكيبمون اكو. ليكيبمون تو سول نو سوفي با، لي مور تو سول نو سوفيز با، الا ما كانتش اون ايكيب ça ne sert à rien. Donc, c'est une équipe. C'est une équipe motivée et compétente. Qui est motivée? Motivée, il faut les motiver. C'est une maladie professionnelle. Il faut donner des primes. Maladie professionnelle. Il a cassé les tribes ou la famille ou la. عنده مرض بروفيسيونيل خصو ولادو بنادم يقبضهم ويقبلهم ويعوط لهم ويصوب لهم، ماشي مشات على عيني عزازه مات الله يحموه ونديرو في القبور. هذا الاولى. ثانيا خصو يكون مجهز بالوسائل كلها الوقائيه. الوقائيه تتقام بلوز لي كومبينيزون لا فيزيير. وشحال تتقام داك الشيء هذا كله؟ هذاك فوق ما خرجتي من الانعاش الى عاود دخلتي خصك تبدل. وشحال الثمن؟ ساكن تما. لا، شحال الثمن هذيك اللبسه اللي تنشوفوها بداك الشرطه الزرقاء هنا وبلا فيزيير وبالباردي؟ كاين اون فونكسيون دي كاليتي، ولكن سافا تقريبا. هي تقريبا 250 ولا 300 درهم. 300 درهم وكل ما خرج عاود يدير 300 درهم. وخص ليكيب كامله ماشي هو. ليكيب كامله، ايوا تبارك الله تبارك الله، ما قدوش الفيل يزيد الفيله. ثانيا خصو شويه قل، ولكن خصو الاكسجين. خصو الاكسجين. بيان سور، الوغ خص في لي غانيماسيون خص الوسائل ديال التنفس
بيان سور تخدم بالاكسجين. بالاكسجين ما كاش عندك الاكسجين ما عندك ما تعطيش الهواء والشباب باسكو الاكسجين والاكسجين عنده مسارف ديالو وعنده تقنيات ديالو وخصك تكوموندي منين من الدار البيضاء ولا منين تيجي كاين دي ديستريبيوتور كاين بحال بوتاغاز بحال بوتاغاز تيجيبوا لنا البوطات أيه. تدير واحد لي سيتيرن أيه. ولا تدير واحد ليكستراكتور في السطح أيه. تيقبط لك الهواء تلقى تيرجعوا لك اوكسجين ترجع لك اوكسجين ولكن شحال تعمل كل ماكينه كل اله هكذا لا تكلف خصك تعرف بان الاكسجين يفاري اونتر 50 و 100 درهم لور ساعة ديال بحال اللي ساكت الطوموبيل على حسب لو ديبي على حسب لو ديبي لا جهدتي ولا مقصتي وإلا درتي الأكسجين بزاف عاوتاني تتفسد الرية تتعاود تفسد الرية سبحان الله كاين واحد ليكيليبر اللي صعيب باش تقبطو وخصو هذاك اللي غادي يدير ليكيليبر خصو الريانيماتور اللي يكون عارف شحال ندوزلو ويعطيه كاين بزاف الأدوية أخرى هضرتي لي على شي حوايج تديروها في الصباع باش تتميزوغي الأكسجين لا ساتوراسيون لا ساتوراسيون واحد لاباغي صغيور أييه كود 200 درهم تديرو تتعرف لا ساتوراسيون تبدا تعطي الأكسجين إلا هبط لواحد 90 أييه 92 خصك تعطيه شي شويه تعاود عينيك ميزان عينيك ميزان وعاد الأدوية هاد الادويه باش يجري الدم الو انا منيح بقيت نحسب هادشي اللي قلتي لي يا ولدي شحال تقريبا في النهار الا كان واحد المريض في واحد الحاله حرجه كانت حاله حرجه خصك تعرف بان تتخرج واحد 4000 درهم تتخرج تتخرج تكون عندك قدامك حيت كل نهار تتزاد عليك خصك لي زونتي كوفيلون خصك لي زونتي بيوتيك خصك الاكسجين خصك لو بيرسونيل خصك لي شانجمون دو بوزيسيون خصك لي بلوز خصك لو ميناج وخصك لو فولونتاريات تطوعي وخصك وشحال الوقت بدنا ما تيقدروا يبقاو 3 سيمين 4 سيمين شهر شهر يبقى الا سينو الواحد الا ما استعديتيش وشتي المريض الا ما قلتيش غناخذوا 3 سيمين ان موا وديرها في راسك وتسهلها عليك وبعد 3 جور غتهبط يديك دونك هكا تيوقع في لي كومبليكاسيون ما نهضروش على حاله وحده كيف والو دابا مزيان واخا يكونوا بزاف الحالات في واحد البلاصه معينه غير الا كانت ليكيب مزيانه تيقدروا يخدموا على بزاف الحالات وهاد 8 ساعات يعيا من بعد 8 ساعات كيبدل شي يرتاح شي شويه ثلاثه لي زيكيب 3 زيكيب 3 فوا 8 3 فوا 8 وكل ايكيب غادي يكون فيها انستيزيست اربعه ديال من بعد الانستيزيست سي لو شيف دوركستر هذا ولكن لو بلوز امبورطون سي لو بيرسونيل انفيرمي الوغ هاد البيرسونيل واش كانوا هما اللي تيديروا لاسبيراسيون كل ساعه كل نص ساعه واش دابا يمكننا نعاودو نعلمو شي فنيه اخرين باش يعملوا هاد الخدمه هادي وكاينين دابا شي شويه ولا ما كاينش بزاف هادو اللي كاينين بزاف ولكن كاين لا ريكونفيرسيون كيف تيقولوا ناخذ فني بحال دابا اللي خدام في السيرفيس ديال يقدر يعاون ولكن لا فيرمي انستيزيست هو اللي خصو هذا موضوع علاش حبيت نهضر معك كريم بكل صراحه لانه انت دابا في النطاق كنتي خدام مع الدوله في كاستاذ كليه الطب كنتي خدام مستشفى ابن سينا كنت انا خدام في مستشفى ابن سينا وخدمت في السبيطار العياشي وخرجنا للنطاق دابا الطب الحر باش ما يوقع حتى شي اتهام ديال شي واحد حنا متطوعين ولكن زيد الماء زيد الدقيق الى قلتي لي 4000 درهم هذا اضعف الايمان لوبيتال في السبيطار ولا في مكان 4000 درهم الى نزلت عندي 10 ديال المرضى في النهار بهذا الانعاش وكانوا متطوعين هي خصني على الاقل تكون عندي بين يديا فلوس حبوب نزلين ماشي عاد غادي نمشي نعمل لي كريدي وعاد نتسنى تكون عندي 4 مليون 5 مليون يوميا نزله من المواد ديالها هذا ما غاديش ندخل معكم للتفاصيل ولكن هذا الشيء كان واجب عليا نقوله لانه تنحب المغاربه والمغربيات وتنقول احياء المغرب احياء تونس احياء الجزائر هذه مصيبه صابتنا ولكن ماشي بداك الحده اللي قاست اوروبا وماشي بداك الحده اللي قايسه دابا امريكا لي زاميريك البرازيل والبيرو ماشي هاد الحده اللي دايزه في العالم بأسه الحمد لله والشكر لله يمكن عندنا البركه ديال سيدي ربي ولكن انا دابا كاين واحد القضيه مهمه لي زوبيتو اللي خصهم يخويو من هادوك الناس اللي ما تيستحملش اللي ما عندهمش الاكسجين هذوك الناس خصهم يمشيو لديورهم ويتخبعوا في ديورهم ما يلصقوش في شي واحد اخر ما يبقاوش في لوبيتال يخرجوا بحالهم من لوبيتال خص لوبيتال تخويه تخليه غير الحالات اللي حرجه اللي حرجه
هو يمشي للسبيطار واحد اللي يكون عنده اتساع ويكون عنده وسائل كافيه يكون توت لي تو لوند سو كونسونتر ان اوبيتال بار فيل ولا اون كلينيك بار فيل ولكن il faut se mettre à plusieurs il faut joindre les forces il faut pas disperser يد الله مع الجماعه تدخل توت ان اوبيتال وكله فيه الاكسجين تتعملوا كامل ولكن تتكون لا ميم ايكيب اللي تخدم فيه ولكن ما تتنعش في الفراشات الناس اللي تياكلوا ويشربوا حتى يوقع لهم مشكل ديال التنفس اللي خصك عادي يجي وتجي باش يتنفس فوالا الا قدر يتنفس على برا بوحدو خصو يبقى على برا يبقى في دارو وما يلصقش في الناس دابا المشكل كنا تنعسوهم حتى خفنا يمشيو يقيسوا واحد اخرين ما بقاش هادي خصو يمشي لدارو يجلس مع دارو ونعرفوا بانه هذا الفيروس ولا بدا غادي يدوز ولا بدا غادي يقيس الدول كلها ولا بدا الا اذا وقع اون ميوتاسيون ولا لا فيرولونس ديال هاد الفيروس نتاع هذا يمكن غادي يجي واحد اخر يمكن واحد خصنا دونك نتهيئوا régulier il faut faire la distanciation il faut être propre il faut se laver les mains et la musique et la même musique c'est la même chose que tout le monde وهذا الشيء اللي حبيت نشك معكم هذا النهار لانه انا تايق الحمد لله تايق نفسي ولكن تنطلب الاراء ديال العدد ديال الاطباء وبما انه كريم راه الاشاره ديالي وديالكم تنتمنى له ينجح في المهمه ديالو وتشكره جيدا لانه عارف الموضوع كما ينبغي اي جو لي ديغي توجور الله لذلك وليدي وتهلا في راسك وتهلا في وليداتك وتنقول دائما يحيا المغرب والمغاربه والمغربيات ويحيا تونس والجزائر